الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي من جديد الاستاذ عبد الرحمن. اليوم عندنا الدرس السادس في التربيه الاسلاميه اللي هو منهج الاسلام في محاربه الانحراف والجريمه. اول شيء نبدا به هو مفهوم الانحراف والجريمه. مفهوم الانحراف في الاسلام هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع. مفهوم الجريمه في الاسلام محظورات شرعيه زجر الله عنها بحد او قصاص أو تعزيز. أسباب الانحراف: ضعف الوازع الديني، البيئة الفاسدة، الابتعاد عن ذكر الله تعالى، ضعف الوازع الأخلاقي، ترك العبادات أو التهاون فيها، تعاطي المسكرات والمخدرات. منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة: 1- الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة. تقوية الإيمان والوازع الديني. الإيمان هو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبهذا المفهوم فهو قوة عاصمة ووازع للنفس من الوقوع في الجريمة. يربي العبد على دوام مراقبة الله تعالى. المؤمن قوي الصلة بالله فلا يقع في المعصية إلا إذا ضعفت الصلة. الإيمان ليس مجرد اعتقاد بل سلوك يتجسد في حب الخالق. الحث على العبادات ومكارم الأخلاق. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مصحوبة بالمحبة والخضوع. من آثارها: ثمرة العبادة هي الاستقامة، وهذا يخالف الجريمة. العبادة تربية وتزكية للنفس. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سورة العنكبوت الآية 45. مبدأ العبادة فعل الأوامر واجتناب النواهي، والجريمة مما نهى عن الله تعالى. نعم. إذن كما قلنا، مبدأ العبادة فعل الأوامر واجتناب النواهي، والجريمة مما نهي عند الله تعالى. كلما كان الإنسان أعبد كان أبعد عن الجريمة، كلما كان يتعبد الله أكثر كان أبعد عن الجريمة. الجانب العلاجي يعني العقابي للحد من الانحراف والجريمة. أول شيء نعرفه هو مفهوم العقوبة في الإسلام. زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر. نروح لأنواع العقوبات. الحدود، ألف الحدود تعرفها لغة المنع، اصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى. أنواعها: نوع الجريمة السرقة، وشنو التعريف تاعها؟ أخذ المال خفية من مكان حرزه. العقوبة قطع اليد اليمنى. والسارق كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. المقصد الشرعي من الحد ضروري لحفظ المال يعني العدم. الجريمة الزنا، الوطأ المحرم بين الرجل والمرأة من غير نكاح. العقوبة إذا كان غير متزوج يعني غير محصن، 100 جلدة وتغريب العام. الزانية والزاني كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، سورة النور الآية 2. أما المتزوج يعني المحصن، الرجم حتى الموت بالحجارة، قصة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز. المقصد الشرعي من الحد ضروري حفظ العرض والنسل. أما الجريمة الثالثة هي القذف، هو إتهام العفي في الشريف بالزنا أو نفي نسب الولد إلى أبيه. العقوبة هي الجلد 80 جلدة زائد رد شهادته زائد وصفه بالفسق، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سورة النور الآية 4. المقصد الشرعي من الحد هو ضروري حفظ العرض يعني النسل. العقوبة الرابعة هي الحرابة، خروج فرد أو جماعة إلى الطريق العام قصد تشهير السلاح وإخافة سالكه. تختلف العقوبة حسب الجريمة: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي أو والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، كما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سورة المائدة الآية 33. المقصد الشرعي من الحد ضروري لحفظ النفس والعرض والمال العدم. شرب الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل، أي
أتلفه. الجلد 80 جلدة، العقوبة الجلد 80 جلدة. المقصد الشرعي هو ضروري لحفظ العقل والعدم. هنا ينخل القصاص، واش بقى لنا الجزء الثاني من الدرس ان شاء الله. هكذا نكون قد انهينا فيديو اليوم، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس لك كل جديد، ومع السلامة للفيديو القادم ان شاء الله، والى اللقاء.